الرحمن الرحيم. عندنا في محل كوكتيل بدمنهور زي ما وعدناكم النهاردة الأربع كام اتنين؟ 25 ولا 26؟ 25/2/2021. قطط شيرازي زي ما انتم شايفين كده معانا، في قطة مثلا لونها أبيض والعينين زرقاء، تمام؟ بسم الله ما شاء الله متغذية كويس، ده ولد، تمام؟ شايفين يا جماعة صحة، شعر، فرو، عيون زرقاء، لطشة سمرة كده في الراس، بتبين لنا يعني القطة جميلة، تمام؟ ادي واحدة. هو الحمد لله احنا عندنا النهارده خمس قطط. في قطه كمان لونها بيج، بنقول عليه اللون الاوف وايت، عين عسلي زي ما انتم شايفين كده، شعر جاي داخل على اللون المشمشي بسيط، تمام. ولد برضو من السلالات الجميله جدا. حاضر، هطلعه قطة زي ما انتم شايفين هنا بقى، بنوتة، طلعها اللون اللي هو البني المحروق، في ناس تقول اسود. بصوا وش القطة، بصوا ايديها، الشعر وطول الشعر، تحس انها كيس قطن، لونه بني محروق. دي بقى عايزين نشوفوها ولد ولا بنت. دي البنوتة كمان بسم الله ما شاء الله اللي فيهم اللي فيهم. هنعمل فيديو دلوقتي، اقفل الباب ثواني. زي ما انتم شايفين القطة يا جماعة، احنا عندنا خمس قطط، اللون الابيض متكرر منه ثلاثة، اللون البيج قطة، عشان بس ما حدش يقول هي قطة بيضة واحدة بس، وهو بيوريكوا قطة بيضة واحدة بس. بس أنا عارف في بعض الناس كده، بسم الله ما شاء الله، شايفين الأبيض يا جماعة، في أبيض أزرق عينيه زرقاء، في أبيض عينه عسلي، وفي كمان فاضل أبيض. فين الأبيض الأخير؟ الأبيض بقى ده بقى طربوش كامل أسود، عين وعين، عين زرقاء وعين عسلي وبنوتة. شايفين يا جماعة؟ شايفين الشعر؟ ثلاث قطط لونهم أبيض، ولدين وبنت، وقط أوف وايت بيج، ولد أعمار 50 يوم، وفي بنوتة لونها أسود بني محروق كده، وش بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، ميكس في الالوان. كل ده موجود عندنا في محل كوكتيل. للتواصل 011 40 80 70 60. شكرا.